السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أشوف من الكود النيوزيلندي جزء خاص بالبيم اللي هو بيم يوزز أكروس إن زد سي أي سي فيسز. المراحل بتاعت البيم كل مرحلة إيه أهم حاجة إحنا بنستخدمها؟ يعني دي مرحلة ما قبل التصميم نفسه، لسه بنشوف المشروع لسه هنبدأ، فبنبدأ نحاول نقدر التكلفة، نبدأ نشوف المراحل بتاعت المشروع، بنبدأ نشوف هنحلل سات أناليسيز. وفي المرحلة الديزاين بيبقى عندي متقسمة لأربع أجزاء، طبعا بتختلف عن البريطاني، بتختلف عن الأمريكي، كل دولة بيبقى ليها تقسيمة معينة. هو بس بيوريك إيه الحاجات اللي تهتم بيها في كل مرحلة. يعني ما ينفعش إن أنا أكون لسه في أول مرحلة وأبدأ أشوف 3D coordination، ما هو أصلا يعني لسه مفيش أصلا موديل. طب في مرحلة الديزاين بيقسمها هو لأربع مراحل، كل مرحلة فيهم بيبقى فيها بعض الحاجات. طبعا الكوست استيميشن بيبقى موجود معايا في كل المراحل، يعني أنا عايز كل مرة بعرف التكلفة هتبقى قد إيه بتاعة المشروع. طيب الديزاين ريفيو موجود معايا، كل ما بعمل ديزاين ببدأ أعدل فيه وأشوفه. الديزاين أسورتنج بنعمل الموديل، إنرجينج أناليسيز، سستينابيلتي. طيب السستينابيلتي ينفع تخش معايا في موضوع الكونستراكشن؟ أه، بس لو أنا عامل ديزاين مظبوط خلاص هبدأ أكمل عليه. لو أنا موجود في الكونستراكشن وحاولت إن أنا أعدل بعد ما جبت المواد بتبقى التكلفة عالية. يعني في شركات كتيرة خاصة بالسستينابيلتي لما تجيلها قبل ما تبدأ شغل بيبقى ممتاز جدا، لما تجيلها وانت بعد الكونستراكشن يعتذر، لأن هو هيحس إن هو هيبقى عبء على المشروع. لازم يكون في مرحلة الديزاين. طيب في مرحلة الكونستراكشن بنركز على الديجيتال فابريكيشن، إن الحاجات تيجي مصممة ومتقطعة وجاهزة من الموقع وتتركب من المصنع وتتركب في قلب السايت. ال 3D control and planning، 3D coordination، site planning. طب ال operation بيركز على ايه؟ بيركز على ال record modeling، ال asset management، إدارة الأصول، building، maintenance، الصيانة، ويبدأ يشوف أي حاجة تحصل فيها مشاكل يبدأ يحلها، في صيانة دورية وفي صيانة بتحصل مشاكل وهكذا. ده الفكرة أو التقسيمات اللي موجودة في الكود بتاع نيوزيلندا.